Yapıyorum. Bakalım da seni. Tabii bu böyle ama. أنا بدرس في اليوم 5 ساعات والكهرباء بتجيش إلى ساعتين وهذا معناه إن فبضطر أدرس على ضوء الشمع. أنا نفسي بطالب إنهم يجيبوا الكهرباء علينا عشان نلحق ندرس زي الخليج. مش الكهرباء طبعا بدنا نخبز الواحد مش حي حنستنى لما تيجي في الليل بدنا نغسل حنستنى لما تيجي في الليل لولا بدهم يجروا حيستنوها بدها تيجي المرة تنظف الدار بدها اي حاجه برضه بدنا مضطرين كلنا نستناها ونقسم الشغل كله على البنات كلنا ثم كل واحد تعمل شغله لما ليش تنجز الشغل تبعها دوبك تلحق ولا ما تلحق لما تيجي الكهرباء بنشغل اول تقطع بنطلع برا بنقطع احنا التلي بنطلع برا يفصل يا بلاستيك بدون هو حالي بقدم عليه بلا هو حالي بدون يا بلاستيك الكهرباء بتيجي 6 ساعات المفروض يعني بتقطع 12 ساعة طبعا في الست ساعات اذا كانت تيجي 6 ساعات بنقدر نلعب نعمل كل شغلنا يعني غسيل وخبيز ومش عارف ايه اللي بده يلعب بده يكون بده اي حاجه بتلعبي واحيانا بيقطع بتجي 6 ساعات بخلص منه ساعتين بيقطعون كان بخلصوا منه ساعتين بقول لك خط مصر قطع بعوضوه طبعا بنلحق طبعا يعني كل 18 ساعة تجينا 4 ساعات بنلحقش